هو انا ما بعتبرش نفسي ان انا تقريبا استاذ دائم في اسلسكا من اسلسكا واحد من الدفعه الاولى لاسلسكا وده كان سنه 98 وبندرس كان الماجستير فكنت بدرس اداره استراتيجيه في الماجستير وحاليا لسه بدرس اداره استراتيجيه في الماجستير وسيمينار برضو في الاداره وفي نفس الوقت ابتدينا برنامج الدكتوراه في اداره الاعمال واحنا دلوقتي عندنا الدفعه السادسه والبرنامج ده انا بدرس فيه اداره الاعمال الدوليه مع الاستراتيجيات الدوليه اي برنامج ماجستير اداره اعمال بلقب MBA يعتبر ماجستير مهني الماجستير المهني بيعتمد مش على التلقين بيعتمد على اساسا على المشاركه ما بين الطالب وما بين الاستاذ اللي بيلعب دور فاسيليتيتور او مسهل لتوصيل المعلومة فبالتالي التدريس بيكون أكتر على تطبيق على الواقع أو أنا بتكلم عن المادة بتاعتي على الأقل اللي هي الإدارة الاستراتيجية فبيبقى لازم تطبيق على الواقع بحيث أن يعني كل محاضرة بيبقى كل حاجة بنقولها بنطبقها على بناخد زي ما تقول لايف كيس ستادي شركة معينة مثلا بنطبق عليها بعد كده في النهاية الطلبة بتعمل لايف بروجكتس او مشاريع فعليه على ارض الواقع للشركات بتعمل لهم نوع من الدراسه التحليليه للاداء بتاع الشركه من ومثلا التخطيط لمستقبل الشركه من الناحيه الاستراتيجيه فده بالنسبه للماده بتاعتي بالنسبه لعموم اي جامعه بتدرس MBA وخاصه هنا في اسلسكا احنا اشتهرنا بيها انك انت بتقوم على دراسات الحاله وبتقوم على التطبيق لان ده ماجستير مهني فما ينفعش انك تلقن الطالب لازم ان هو يكون اكتر مهني ومطبق للمعلومه اللي بتديها له يعني هو الكوريكولم بيكون واحد او المنهج بيكون واحد ولكن ما تقدرش انك انت تدرس في كل بلد زي ما بتدرس في البلد التاني انت لازم بتطبق على احوال البلد يعني بتطبق على المهنة نفسها في البلد والمعوقات بتاعت المهنة أو إنك أنت بتسهل للطالب إن هو ياخد المعلومات اللي هي معترف بها عالميا ويعمل لها نوع من التكيف مع الواقع اللي هو بيشتغل فيه سواء في مصر أو في الدول العربية أو في أوروبا أو في أمريكا أو أي حتة لأن هو حكاية دراسات الحالة دي بتبقى بتطبق على بلاد معينة في نفس الوقت هم بيكونوا معرضين لأن هم بيعملوا دراسات حالة مثلا لشركات دولية فبالتالي هم بيعرفوا الشركات الدولية البيزنس مودلز بتاعتها أو أسلوب الإدارة بتاعها شكله إيه وممكن تطبيقه ولا لا مع بعض التكييف أو التكيف أو التغيير بناء على البيئة المحيطة بالأعمال في مصر والبيئة الخاصة بالشركة نفسها يعني بالنسبة لمرحلة البكالوريوس اللي احنا بنسميها الأندر جراديوت يعني اعتقد ان دي ميزه كبيره لاسلسكا ان هي الجامعه هتكون خاصه باداره الاعمال فبالتالي احنا يعني الجامعه مش هتشتت جهودها ما بين كليات عمليه ونظريه او كده انما هي متخصصه في اداره اعمال الخبره اللي اكتسبتها على مدار 20 سنه في السوق المصري بتمكن ان هي برضو تبتدي تدرس للطالب بنفس الاسلوب اللي احنا درسنا بيه سواء في برنامج الماجستير بتاع إدارة الأعمال أو برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال فبالتالي الطالب بيبقى عنده رود ماب قدامه أو طريق قدامه ممكن إن هو يعرف بعد ما يخلص أو ممكن إن هو مثلا يعني يصل الماجستير بالبكالوريوس بحيث إن هو يخلص البكالوريوس ويدخل على الماجستير على طول في نفس الجامعة وده أسلوب متبع بره إن هم يعني جامعات في اوروبا دلوقتي التخرج ما بيبقاش بدرجه بكالوريوس فقط بيبقى بدرجه ماجستير على طول يعني بتاخد مثلا عدد من الكورسات زياده وبتاخد الماجستير كاول درجه علميه ليك فاعتقد ان ده حاجه من الحاجات اللي ممكن اسلسكا هتعملها وطبعا كون ان احنا هنبتدي في سبتمبر الجاي فده حاجه كويسه جدا لخدمه السوق المصري لان مشكله مصر الاساسيه هي مشكله اداره فلو انت ربيت النشأة او الجيل الشباب الصغير على الإدارة الصح فهيبقى في نوع من ان المنشآت الإدارية كلها هتدار بطريقة صح مرور الناس وهيبقى لهم فرص عمل كويسة.